السلام عليكم الدري، ما تعلم تنال بصغرون، كل شيء بخير، كل شيء مزيان، ما تعود بزارون الهبي فينو ان زوارون ان شاء الله. الفيديو يدخل ان شاء الله ترزري جدو ان شاء الله، ما يعني الوالد انو انت دو امام الظن قد ان شاء الله دغي تنتوي المطر قيمة ديد نغ. اي بيت سكور ما الجو وري لهم زر، ولكن الا الا سينو خدم نورنا كان شارع هذا خاص تعيان. ايوا حنا ان شاء الله سوبر كير لا سي طوموبيل قندو ان شاء الله صبر دهين، يلا ما حل دخل الساسي كان يجدي تتنوي بعد الورود والزهور. ايوا ايوا ستين بعد تقريبا 30 30 تجور زريغ الوالد الوالد هذا الوالد. ايوا الحمد لله، يعني بعد معاناة طويلة الترجمة ان شاء الله في ميسر ان شاء الله. المهم المهم الكابريت ان شاء الله نسيتو نبغي باركير انت تنوي جديين انت نغنزر ان شاء الله. ايوا الدراري دغيا نسيت طوموبيل ان شاء الله، هي الباركير الكابريس شي تاوني خص تحنو تا ديسناوي كان يجدي نتا مرا ان شاء الله. انا مزبريس المطار، المطار يبعد تقريبا كان نص ساعة ولا لي بعد المطار. المهم قيمة ديزنا تزر ما تقيس الزر ان شاء الله النهار تخ. ايه وين تكال؟ المهم هيا هي ستينا برد هاي يلا محل سنت تحانوت تاع تينو هيا. المهم ان شاء الله تبس يجي لنا الصراحة والسينما بيزنس كثير لا بيزنس كثير والسينما المهم هنا غدا تدخل سيغ مدينة ستسيغ الصراحة. المهم هنا راه يختار ايوا ابتكار. المهم اجدي هيا غنويتيت ان شاء الله دغور عيسو خصنا مزبرين ان شاء الله سي المطار. ايوا نتمنى ان شاء الله داو نعجب الفيديو يتخي. المهم يا شمنا راك شم هولندا ترى من بلاكان هولندا تولا زرسين جوج كيلومتر ما راك شم دولة هولندا. سلام يا راك شم هولندا على حسب التجربة انو التجربة يا معناتها زعما يدوال كي فرنسا كي طليان كي بلجيكا هولندا اي دي بين انقى دوله يعني تولد كي هي هولندا. هولندا انت تطلع بردانت يعني اي بردانت ولا دولانت كي ناخذ مزيد هولنديس يعني البنيه التحتيه الصراحه هولندا يعني تحرق بزاف. هولندا خانيسي بردان انا بلجيكا بلجيكا لا نسيت خانيسي بردان صراحه اوت فرنسا بدات بردانت ماشي دات تماك يعني هولندا أرقى دولة يدخل دول تكير يعني هي 4 دول تكير ديال هولندا. إيوا هي إن شاء الله بريد ترى إن شاء الله يعني تلت ساعة 20 مينوت إن شاء الله نقولو. المشكلة الطيارة درت تبكازي هي 11:40 11:30 ولا كبريت يعني نتمنى إن شاء الله تتسنى في مرة تفاي المطار. دايوغ على المطار تولا غير مينوت غنقولو المطار
ولكن في هذا المار قدر نخطق على شكو كزنت طيارات كزيا إلى 11:40 مع تحسن بريد دوانا هذا البعد. المهم قيمة دينا تظهر ما رجل إن شاء الله. حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تابت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه الخوت. شكرا بعدا فشكرا على المتابعة. مشيت سرتي فلوك روسي الحمد لله. الوالدة الخوات ريام الزار بولند بخير وعلى خير الحمد لله نسي ميغوري دغي. وانا ما يعجب الفيديو يصير ابوني يصير لايك. شكرا بزاف. بيس لكم.